ازيكم عاملين ايه النهارده؟ جينا باول فلوج ليا، والنهارده يوم سبيشال دي، معنى صح النهارده يوم مش هيجي تاني. الساعه دلوقتي ايه ده؟ انا مش هات الساعه دلوقتي 12:22، المفروض النهارده الاربعاء، بس النهارده خميس، يعني الساعه 12، يعني خميس خلص، يعني نفترض ان ده يعني هو النهارده الاربعاء. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. ماشي، بس الساعه بقت جت خميس، فانا النهارده يوم سبيشال، اصحى الصبح اروح المدرسه. اي نعم ده ما تستغربوش، اوضتي طفوليه جدا، يعني مش عارف انا مين ده، مين ده يا ماما، مين ده، مين ده. بصوا فوق عملت جدول، المفروض ان ده جدول اذاكر فيه وكل حاجه، بس بعد ما عملت الجدول ده ما عملتش غير يوم الاحد بس، 2 3 4 5 ما ذاكرتش حاجه. وده مثال كبير لكل الطلبه المصريين اللي بيعملوا جدول وما بيذاكروش حاجه. 6 and a half hours later. اهلا 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 حبايب قلبي، حبايب قلبي. طبعا يا جدعان بكلمكم من على السرير. طبعا يا جدعان دلوقتي المفروض ان انا لسه صاحي، والساعه 6:30. الساعه 6:30 ما بعملهاش في حياتي، بس بنعملها عشان رايح المدرسه. طبعا دلوقتي هروح المدرسه، وطبعا انت بتسالني انت نايم بنفس اللبس اللي انت كنت صاحي بيه، ولا انت صحيت وغيرت وبتاع؟ لا، الحقيقه ان انا كنت نايم باللي انا كنت نايم بيه امبارح. انا واحد مدمن نوم، بحاول اوفر اقل وقت عشان انام، يعني لو في ربع ساعه اقدر اوفرها عشان انام هعملها. فانا بدل ما اصحى وارتب شنطه واعمل بتاع والبس، طب ما البس قبل ما انام وارتب الشنطه واصحى اليوم اللي بعديه اكون لابس. A few moments later. المدرسه دي حاجه عظيمه. طب يا جدعان دلوقتي انا هنام لي شويه كده كام ساعه، بعد كده الكام ساعه دول هنزل انا ووالدتي نطلع على القاهره علشان المفاجاه. ايه المفاجاه يا جدعان بقى؟ عشان كلكم عمالين تسالوني، المفاجاه هي ان الفيسبوك عامل ايفنت لامن فيه كل المبدعين بتوع الفيس، مع اني انا يوتيوبر بس ما اعرفش هم عاملين ايفنت ليه، بس ما علينا، ممكن عشان الفيديوهات القديمه اللي كنت بعملها على الفيس. فهم بعتوا انفايت لكل الناس اللي على وضعهم، والمفروض اللي هو بدا من يوم الاثنين، بس انا كتبت ان انا عايز اروح يوم الخميس من 5. ما علينا، يعني مش مشكله، المهم ان في ناس هتيجي الخميس، يعني طول الاسبوع في خميس وجمعه، وانا هكون مصور لكم الخميس النهارده والفلوج بكره هيبقى في الجمعه، يعني الاثنين مع بعض. المهم ان هو ايفنت كبير وهيبقى في ناس كتير هناك، فقلت اصوره لكم ونشارك اللحظه مع بعض، لانكم انتوا سبب في اللي انا فيه دلوقتي. بس هبقى يعني لما اصحى هبقى يلا بوم. طيب يا جدعان انا لسه صاحي دلوقتي من النوم، وهو زي ما انتم شايفين لبست ومتجهز ان شاء الله، وهاخد شنطتي لان انا هبات في مصر يوم الخميس والجمعه، وهاجي يعني هوصل هنا الجمعه بالليل ان شاء الله. طب اخيرا السواق جه، ودلوقتي احنا نازلين ومعايا البيبسي ده، معرفش انا جايبه ليه، بس قلت مش هسيبه هنا لحد ما السودا تخلص. طب يا جدعان لسه جاي دلوقتي من الايفنت، ما قدرتش اصور هناك لاني انا ما كنتش عارف هل هينفع اصور فلوج ولا لا، بس هم قالوا لي ان هو ينفع، فانا طبعا ندمت ندم عمري ان انا ما خدتش معايا الكاميرا. بس في بكره ان شاء الله كل الناس هتبقى موجوده هناك، وان شاء الله هاخد معايا الكاميرا وهصور. طيب دلوقتي اوريكم الهدايا اللي هم ادوها لنا وفي في البيان. طيب دي الهدايا اللي هم ادوها لنا في الايفنت. ده تيشيرت، جايبين لي تيشيرت سمول، جايبيني التيشيرت سمول. طب انا اعمل ايه بالتيشيرت سمول ده؟ ها؟ اعمل ايه بالتيشيرت سمول؟ ها؟ تيشيرت مرسوم عليه بتاع الفيسبوك، بس مالها مرسومه صغيره كده ليه؟ مش فاهم. وده حاجات كده مش مالناش دعوه بيها، وده ستيكر الايموجي ان شاء الله لما نغير الاوضه هنلزقهم ان شاء الله. اخر حاجه باور بانك. لا لا مش حاطط تسريب.
معايا ليه دور؟ بس ما تزعلش عايز اطلب منك طلب بس المهم الضحكه بتاعتك عامله مش هتشوف تاني وهتشوف تاني. طبعا يا جدعان دلوقتي في المؤتمر طبعا عندكم اهو ليدو مقطع الدنيا. بس انا وانت قاعدين هنا ما انا وانت قاعدين هنا كاميرا تعبانه انا مبسوط كده وسعيد بيعملوا عاملين لايف اللي اتعمل الصوره عليه بتاعت النهارده طبعا هبقى اجيب لكم حاجات تشوفوها انا عمر السيد انبالانس هو مش هينفع انبالانس ده يعني قصه طويله مش نحب نحكي فيها بقالي سنتين بعمل فيديوهات على الفيسبوك عادي بس طيب طب يا جدعان معانا وقت لسه طبعا بس دايما بتوع اليوتيوب كده بيجيبوا الفيس يعني دايما قصده وقصده اللي جنبنا ماسك حاجات اكتر من اللي معايا بسم الله ما شاء الله يعني وانا عندي 100,000 وهو عندك كام؟ حاجه و20,000 يعني دايما في بيبقى في ظلم شويه لا انا صراحه الحاجه في الاخر الكوره بتاعك كويسه انا شفته الكوره دي كوره حلوه الناس انا هنبص لما اتفرج عليها فهي كلها يا جماعه في فيديو عملته على مول مصر هتلاقيه في الديسكربشن الفيديو ما تخش تاني فلوجر قال لي بس مره هنسمع انا خايف من حاجه واحده بس خايف ان الصوت يكون واطي وصوت الاغاني عالي لا مش كده ايه الكاميرا بتاعتي مش كام كمان يعني انا نويت ان انا احط اجيب حاجه مش هلاقي بص يا جماعه بقى احنا ممكن نترجم ترجمه تحت اه طب يا جدعان مش عارف انت حصلت ثانيه ولا كان رسميه اخر على ده لا انا بعمل انا اول فرقه يعني بس انا اصلا شغال على اليوتيوب انا عارف شغال على اليوتيوب بس انا واخد فيديو لا اول فرقه ماشي بعد اول فيديو ان شاء الله هيبقى اخر واحد سوا بس قلت اعمل شيء بس طب حلو بس انت عارف ان دلوقتي
انا ما قدرتش اصور كل حاجه هناك لان كان في حاجات ما ينفعش الواحد كان في انتقادات كتير. اكتر واحد والله حبيته انت بتصورني وانا بعمل فلوج. يا حبيبي انت بتعمل بتصورني انا يعني الفلوج انا ما صورتش طبعا كتير يا جماعه لان انا ما جبتش الكاميرا معايا. لو سمحت ابعد عني يا حبيبي. انا ابعد عني عشان ايه؟ طيب ماشي كل واحد في ده حته. طيب يعني خلاص كده كل الفلوج خلص. يا ريت تكون البتاع عجبكم. عارف ان انا ما جبتش حاجات كتير بس ده اللي انا قدرت عليه. خلي بالكم ان انا مش بروفيشنال في الفلوجنج وكده ف سوري.